بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الفقرة 85 بعنوان جنكيز خان. قائد مغولي شهير سماه أبوه تيموجين، وجد القبائل المغولية في حالة حرب. طبعا وجد هو، يبقى القبائل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. معلومة كده عن وجد، انها لما تدي معنى اعتقد تنصب مفعولين. ما اقول وجدت الله واحدا، يعني اعتقدت ان الله واحد. اذن هنا وجدت الله واحدا، الله لفظ الجلالة مفعول به اول، واحدا مش حال، لا مفعول به تاني. ما اقول وجدت العلم سهلا، يبقى العلم مفعول به أول وسهلا مفعول به تاني، وانتبهوا لأنها يعني بتلتبس عند كثير من الناس بيعربوها حال. ما ينفعش طالما واقف على باب الجملة فعل عايز مفعولين، ما ينفعش أعرب الكلمة حال. جعل الله الإنسان عاقلا، جعل أيضا من أفعال التحويل التي تنصب مفعولين، يعني حول حاجة لحاجة يبقى تنصب مفعولين. فجعل الله الإنسان عاقلا، عاقلا مفعول به تاني وليس حال. فانتبهوا لهذا الأمر، الأمر ده خطير جدا، ولو أعربنا بالمعنى فقط دون الالتزام بالقواعد من الممكن أن يحصل لبس يعني. طب امتى وجد بقى ما تنصبش مفعولين؟ انتبه، وجد ما تنصبش مفعولين لما ما تديش معنى اعتقد. زي مثلا اما اقول وجدت نقودي، يعني انا هنا عثرت على نقودي، فكلمه وجد بمعنى عثر على، يبقى في الحاله دي تنصب ايه يا شباب؟ تنصب مفعول واحد. في حاله حرب مستمره، مستمره نعت الحرب طبعا، كلمه حرب ديت نكرة ومستمرة نكرة، حرب مفرد ومستمرة مفرد، ففي تطابق والمعنى بيقول كده. مش عشان نكرة ونكرة يا جماعة، واحنا قلنا 100 مرة أكرر وأنبه، مش شرط نكرة ونكرة يبقى نعت، مش شرط، ممكن نكرة ونكرة يبقى مضاف إليه. لمسة فن، لمسة فن، فن دي مضاف إليه. دقة قلب، قلب دي مضاف إليه. لكن لما أقول لمسة ساحرة، لما أقول مثلا قلب نابض، ماشي، وصفت بالقلب القلب بأنه نابض واللمسة بأنها ساحرة. فنعقل الأمور، ما تبقاش ثوابت وحاجات احنا واخدينها كده وخلاص دون النظر للمعنى، ويلا نكرة ونكرة مع نعت، لا بالراحة كده بنتبه يعني. يبقى طب مستمرة نعت الحرب، طب حرب مالها؟ مضاف ليه؟ حالة حرب. بص اهي، كنت لسه بقول لكم حالة حرب، الحالة بتاعت الحرب، حالة الحرب. هو ده بقى أكبر دليل إن النكرة مضاف إليه، إن النكرة التانية يعني. الدليل على لما يجي نكرتين والتانية مضاف إليه، إيه الدليل؟ أفرق ما بينه وما بين النكرة والنكرة النعت إزاي؟ المفروض بالمعنى، بس أنا مش هعتمد على المعنى برضو. بس لو نفع تحط ما بين النكرتين قل، يبقى التانية مضاف إليه. يعني لمسة فن تساوي لمسة الفن، حالة حرب تساوي حالة الحرب. إذا لو حطيت قل ما بين النكرتين والكلام مشي، يبقى ده مضاف إليه. وبرضو قلتها زمان كتير قوي، المضاف والمضاف إليه دايما حاجة بتاعت حاجة، الحالة بتاعت الحرب. حالة حرب مستمرة، استطاع بالشجاعة والجرأة والدبلوماسية، عادي معطوف على الجرأة والجرأة معطوف على الشجاعة، والشجاعة مجرورة يبقى الدبلوماسية معطوف مجرور علامة جره الكسرة. وأن يتزعمها جميعا، طبعا عارفين كلمة جميعا حال منصوب علامة نصبه الفتحة. إنما أنبه لو جت أجمعين، يعني ما أقول رأيت الناس أجمعين أو أحب الناس أجمعين، أحب الناس أجمعين، أجمعين دي توكيد رغم أنها ما فيهاش ضمير، إلا أنها تعرب توكيد معنوي تابع للي قبله، يبقى توكيد معنوي. الشباب فانتبهوا من النقاط ديت علشان ما نخلطش ما بين الحال وما بين التوكيد المعنوي. إذن جميعا دائما حال، أما أجمعين وإن كانت بدون ضمير هي الحالة الوحيدة اللي بنستثني فيها الضمير. في حاجة اسمها أجمعون وأكتعون وأبصعون، في حاجات كده. أنا عارف الناس دلوقتي هتستغرب، إيه أبصعون دي؟ أنت بتهزر يا مستر؟ لا والله، في بجد فعلا حاجة اسمها أجمعون أكتعون أبصعون، ديت يعني مبالغة في التوكيد يعني، ده كلمات عند العرب كانت بتستخدم زمان وتعرب توكيد. وأن يتزعمها جميعا،
بقول لي واحد بقى مصدر مؤول وبين موقعه الإعرابي. مصدر مؤول احنا عارفين طبعا ان أو لسه انا بقوله واني واحد. طب لا على فكره هات اني واحد لانها استطاعه بالشجاعه والجرأه والدبلوماسيه. اني واحد يبقى استطاعه توحيد مفعول به. وده بقى الطالب الواعي بقى اللي بيعرف يجيب الجمله من اولها ويشيل الحشو ويربط الجمله مع بعضها. عارف كده يعني ايه اذا ما نقول كده بيلهو بالجمله يعني من كتر تمكنه بالجمله. عارف فين الحشو وعارف الجمله بدات منين وانتهت فين. الحشو يعني الكلام اللي في الوسط اللي هو زي ما حشيل لنا الكلام كده قلنا استطاع على طول ايه اني واحد. فلو حولت كلمه اني واحد جمله اني واحد او المصدر المؤول يعني حولت الكلمه واحده بقت توحيد هتلاقي مفعول به منصوب بالفتحه. طب لو قلت ان يتزعمها ما هو معطوف على اني واحد واني واحد منصوبه يبقى ممكن اقول قوي ان يتزعمها مصدر مؤول في محل نصب معطوف على اني واحد. لو هتعرف اني واحد تقول انها مفعول به الاستطاع. ممنوعا من الصرف وبين سبب المنع زي ما قلت واشرت في كثير من الفقرات اللي بنحلها. احيانا الممنوع من الصرف في بعض السنوات الدراسيه بيلغى لكن انا بجاوبه علشان طبعا الالغاء ده مش مستمر ممكن يعود مره اخرى في سنه دراسيه قادمه. فالناس اللي بتسمع الفيديوهات دي تستفيد منه ان شاء الله. وممكن قوي ان هو يعني ناس تانية بتسمعه في بلاد تانية او في بلاد عربيه اخرى ويكون عنده الممنوع من الصرف فانا بجاوبه عشان كده. طبعا اللي بيسمع الحمد لله ناس كتير فعشان كده انا بجاوب الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف وبين سبب المنع جنكيز طبعا ده علم اعجمي. جنكيز خان ده علم اعجمي اقول له كده ممنوع من الصرف لانه علم اعجمي. تيموجين تمام علم اعجمي. القبائل دي حاجه اسمها صيغه منتهى الجموع يعني جمع في الف بعد الالف حرفين او ثلاثه وسطهم مد زي مساكين او تلاميذ الى اخره. تمام يا شباب تمام. بقول لي بعد كده بدلا وبين علامة إعرابي. البدل زي ما احنا عارفين لقب أو مهنة زائد اسم لقب أو مهنة أو درجة قرابة زائد اسم صاحبها. طب ينفع كده سماه أبوه تيموجين؟ لا طبعا لا ما تنفعش عشان لو كان تيموجين هو الأب يعني جاء أبوه تيموجين لو تيموجين ده هو الأب كنت قلت لك بدل. لكن الواضح مش كده بقول سماه أبوه محمدا يبقى محمدا دي مفعول به. فهمنا يا شباب؟ فما تنفعش تيموجين لأن درجة قرابة زائد اسم صاحبها. هل تيموجين هو اسم صاحب هو اسم هو العائد على أبوه؟ لا يبقى ما تنفعش دي. في حالة حرب والجرأة هذه أيوة القبائل هذه القبائل مشار إليه معرف بأل في غير الندى يعني هو مشار إليه هو اللي بيتشاور عليه فعلا كلمة هذه ومعرف بأل يعني ما جاش نكرة لو جه نكرة يعرف خبر يعني قلت هذه قبائل خبر لكن هذه القبائل يبقى فعلا هنا بدل وفي غير النداء لأن لما بقول يا هذا الرجل غالب النحاة يعربه الرجل هنا نعت فنقول مشار إليه معرف بأل في غير الندى ولا يكون خبرا لمبتدأ يعني ما يكون الاثنين ما يعملوش خبر ومبتدأ يعني لما أقول ذلك السبيل وسكت لا ده انا سكت على اساس ان ده تعريف المبتدا والخبر اسلوب قاصر لكن هنا لا هنا فعلا بين هذه القبائل. تاني اقول لك البيت اللي انا قلت ده كنت بغنيه من شويه مشار اليه معرف بقال في غير الندى لا يكون خبرا مع الايه مع المبتدا. دي شروط المعرف بقال بعد اسم الاشاره حتى يعرب بدل. علامه اعرابه طبعا مجرور لان هذه بعد الظرف والظرف بعديه غالبا مضاف اليه فهذه بتبقى مضاف اليه يبقى القبائل مجرور بالكسره عادي لانه معرف بقال مش بالفتحه. ضمير في محل نصب واخر في محل جر. تعالى يا سيدي اللي في محل جر على طول ابوه الهاء في ابوه مضاف اليه واللي في محل نصب الهاء في سماه طبعا لان الهاء دي لما بتتصل بالفعل بتعرب مفعول ايه يا شباب مفعول به. وممكن برضو ضمير في محل جر هم في عليهم تمام. القبائل ضعها في جمله بحيث تكون مجروره بالفتحه ومجروره بالكسره ها كم من مجرورة بالفتحة كم من قبائل أعرفها عند العرب كم من قبائل دي خالية من أل والإضافة يبقى تجرب الفتحة لكن لو عرفتها بأل أو أضفتها تجرب الكسرة كم من القبائل تبقى مجرورة بالكسرة كم من قبائل العرب تبقى مجرورة بالكسرة. تعجب من حروب المغول ما أبشع حروب المغول طبعا افتكر المتعجب منه بيعرف ازاي اسلوب التعجب سريعا ما لا اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدأ وأبشع فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر
والمتعجب منه اللي هو حروب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، والجملة كلها أنا بعضها في محل نصب خبر لما، حتى نقول إيه مبتدأ فعل ماضي والفاعل مستتر والمتعجب مفعول به والجملة لما خبر. إيه يا أستاذ الشعر ده؟ بيت شعر كده بحفظك بيه عرب التعجب. مبتدأ اللي هي ما، فعل ماضي اللي هو فعل التعجب، والفاعل مستتر، والمتعجب مفعول به، والجملة لما خبر. يعني بعد ما بعرف كل ده أقول والجملة خبر. أقوله تاني، مبتدأ فعل ماضي والفاعل مستتر والمتعجب مفعول به والجملة لما خبر. بألف لكم شعر هو والله، حتى حول لكم النحو الألفية، وإن شاء الله في مشروع قادم بإذن الله، يعني بعد الفقرات دي ما تكتمل بإذن الله، أن هشرح النحو بإذن الله بطريقة هذه الألفية. ربنا يعني بس وكمل تأليف النحو كامل وحوله إلى هذا الشعر الخفيف اللي طلبة تقدر إن شاء الله بإذن الله يعني تغني زي ما كانوا بيغنوا زمان. يعني كان الفيت ابن مالك العظيم العالم العظيم، فين احنا؟ هو فين احنا؟ بس بنحاول يعني ايه نقلد حاجة منه يعني، فبنقلده بطريقة، انا بحاول اقلده بطريقة عصرية كده بحيث ان الكلام يكون سهل كده إن شاء الله على الطلاب وعلى الناس تفهمه وتحفظه بإذن الله رب العالمين. فادعوا لي كده ربنا يوفقنا في المشروع ده إن شاء الله، مشروع جميل إن شاء الله، وهدمج الألفية مع الخرائط الذهنية. يعني المشروع القادم بإذن الله إن الألفية والخرائط الذهنية مع بعض هتشوفهم قدامكم وهشرح بيهم النحو، نفهم بالخرائط الذهنية ونحفظ بالألفية إن شاء الله رب العالمين. بقولي تعجب من حروب، خلاص قلناها. أقول البيت تاني آخر مرة، مبتدأ فعل ماضي والفاعل مستتر والمتعجب منه مفعول به والجملة لما خبر، ده إعراب المتعجب منه في صيغة ما أفعل. طبعا أفعل بيه بقى بتتعرب أفعل فعل ماضي جاء على صيغة الأمر للتعجب، والباء حرف جر زائد، واللي بيبقى بعد الباء ده اسمه فاعل مجرور لفظا مرفوع محل صليته على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة رؤساء؟ عادي جدا، رؤساء باب الراء فصل الهمزة ثم السين. أبنائي الطلاب بحمد الله تمت الفقرة 85، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.